السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة الحاجات الحلوة دي كلها. النهاردة ان شاء الله هنستكمل مع بعض الجزء الثاني من فحص سي تي شيست ويز كونتراست اللي هو اشعة مقطعية بالصبغة على الصدر. طبعا في الفيديو اللي فات كنا شرحنا ازاي بنعمل ايميجينج وازاي بنايم العيان وبنحقن فلوريت، بنحقن صبغة قد ايه وبفلوريت قد ايه. النهاردة ان شاء الله هنعرف ازاي ايه السيريز المهمة اللي بنشتغل عليها. وطبعا في الفيديو اللي فات كنا شرحنا كل حاجة بالنسبة للباثولوجي. النهاردة ان شاء الله هنشوف ايه السيريز اللي هنشتغل عليها ام بي ار، وهنعرف ازاي بنعمل ام بي ار ميديا ستاينال ولانج ويندو، وازاي بنعمل بون ويندو بالنسبة للفحص ده عشان خاطر المشكلة طبعا في البون. يلا بينا هنبدأ مع بعض. الايه السيريز دلوقتي اللي هنشتغل عليها طبعا وهنقطعها ونديها ليه الحالة، هناخد طبعا هو السيريز ده احسن سيريز طبعا، ارتيريو فينس حلو جدا، الليجن واخد صبغه بشكل كويس فيه، فهنيجي نشتغل عليه. لما نيجي نشتغل عليه خلاص انا هقول له خلاص انا اعتمدت ده وهشتغل عليه، وطبعا ليه لانج بيكون ضروري جدا ان انا اكون واخد له لانج عشان اظهر له المشاكل دي كلها واظهر له الباتش الكبير قوي دي. طبعا في باتشز كتير، ولو بصينا فوق شويه كده تلاقي في نيوموثوركس ظاهره في الايبكس في الرايت ايبكس، وطبعا في الليفت ايبكس برده في حاجات بسيطه كده. لما نيجي نبص طبعا على المشكله نفسها، وضروري جدا جدا في الفحص ده ان انا اطبع له ميديا ستاينال ولانج ويندو، ولو قدرت اجيب له الابر شيست او الجزئيه دي بون ويندو يكون حلو جدا. فطبعا هنيجي على الميديا ستاينال ونبدا نشتغل عليه. ادي الباتش بتاعتي، اقول له طبعا ديفولت رجع لي الويندو لاصلها، فهطلع فوق كده. طبعا انا هشتغل شيست فاغطي الشيست كله بشكل كويس عشان يبقى الفحص بتاعي تمام. هبدا من هنا مثلا اقول له فروم وانزل تحت خالص. انا طبعا جيت هنا وصلت ليه، ولو جيت بصيت هنا في مشكله طبعا في الابدو من تحت، ان في الرينال ليفت رينال اللي هي الليفت كدني فيها زي ما احنا شايفين كده فيها سيمبل سيست، زي ما احنا شايفين دي طبعا سيست موجوده في الليفت كدني، ولكن طبعا مش هي دي المشكله. احنا هنشتغل على المشكلة الاساسية بتاعة العيان، الا وهي اللي هي الشيست بين او منطقة الاسترنم اللي احنا لسه شايفينها من شوية. تمام كده؟ طيب هبدأ اشتغل دلوقتي. طبعا انا خدت طبعا فروم من فوق من نص النك زي ما اتفقنا، بنزل تحت خالص اغطي الشيست بشكل كويس لحد اهو ده. طبعا كل ده طبعا لازم اغطيه اهو، بغطي الدايفرام بشكل كويس كده، واجي هنا مثلا اقول له 2 واقول له انا عايز من دول 29 صوره وعلى سيكنس 5. سيكنس 5 كويسه جدا بالنسبه للشيست تظهر لي المشكله بشكل كويس. انا عايز اقول له وريني سيني بشكل كويس عشان اشوف هل المشكله بتاعتي ظهرت بشكل كويس ولا لا. لا حاسس ان هي ناقصه سيك او جايب لي قط واحد فيها، فهقول له لا يا عم ارجع لي كده، هعيد ده تاني، اطلع فوق احاول ان انا اقلل الدنيا شويه. هبدأ من هنا مثلا، ده شيست اهوت، فهبدأ من هنا مش هطلع فوق كتير، هبدأ من هنا كده مثلا اهو فروم وانزل تحت خالص اغطي الشيست اهو. مجرد ما الميديا ما الدايفرام يخلص معايا هقول له كده نهاية الفحص بتاعي، واقول له 2 واقول له انا عايز برضو 29 صورة على سيكنس 5. لما اجي ابص على السيني ابص عليها بشكل كويس، طبعا اهو جابت لي اكتر من قط في الليجن، وبالتالي كده الفحص بتاعي يكون كويس وابقى راضي عنه. تمام، احاول اظبط الكونتراست بتاعتي شويه بحيث تبقى واضحه بشكل كويس زي ما احنا شايفين اهو. الفحص يعني جميل جدا بالنسبه للحاله ديت. طبعا الدكتور او الاستشاري اللي بيكتب التقرير طبعا بيبص على كل حاجه، البري وبيبص على الارتيريال والفينوس وبيشخص الحاله بشكل كويس. احنا ضروري ان احنا نطبع للحاله اللي فيها المنطقه السيريز اللي فيها المشكله او ظاهره فيها المشكله بشكل كويس. فباجي اقول له طبعا انا هدي له طبعا فيلم، الفيلم الاكس راي هيكون اول صوره بالنسبه لي، فاقول له سيف واقول له اكزيال ام اس ميديا ستاينال يعني، واقول له سيف. هاجي ابص على اللونج ويندو، اجيب اللونج ويندو اهيت واجيب الباتش بتاعتي واطلع فوق اغطي برضو المشكله زي ما اتفقنا. تمام، واقول له فروم وانزل تحت خالص اغطي الدايفرام بشكل كويس، واقول له 2 واقول له برضو انا عايز 29 صوره اكزيال على سيكنس 5. تمام، واجي ابص على الفحص بتاعي كلانج ويندو جميل جدا بشكل حلو قوي. احاول ان انا افلتر شويه بحيث يبقى الفحص
كلانج ويندو كويس جدا زي ما احنا شايفين. تمام كده. طبعا اللانج ويندو ضروري جدا في الحاله دي عشان خاطر نظهر له اللانجز بشكل كويس ونظهر له الباتشات دي بشكل كويس. هاجي اقول له برضو انا هحط لك فيلم الشيست بالنسبه لللانج ويندو ده. فاجي اقول له هنا اكزيال لانج واقول له سيف. بعد طبعا ما خدت اكزيال ميديا ستاينل وخدت اكزيال لانج ويندو، فهاجي اقول له انا عايز بقى كرونال لانج ميب زي ما اتفقنا. الكرونال ضروري جدا في الحاله دي، ضروري جدا عشان يظهر لي الباتشات بشكل كويس. ادي طبعا زي ما اتفقنا احنا بنعمل الكرونال، كرونال لانج ميب، وخلال الكرونال لازم اغطي له المشكله، اغطي له المشكله اهي زي ما حضراتكم شايفين، لازم اظهرها له في الكرونال وفي الاكزيال. وان شاء الله هجيب له فيلم بون كده على المنطقه ديت بحيث يشوفها بشكل واضح جدا، واقول له تو، واقول له برده انا عايز 29 صوره على، لما اجي هنا اقول له طبعا ميب، فهيظهرها لي بالمنظر ده. سيكنس كام؟ سيكنس 10. هتبقى جميله جدا زي ما احنا شايفين، يظهر له الباتش بشكل كويس جدا، وده الفحص بتاعي كده جميل قوي 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 زي ما اتفقنا. تمام. نيجي نبص، طبعا انا عايز احط له بقى ريفرنس كويس، فهجيب الصوره الاكزيال دي مثلا اهو اللي فيها المشكله، واقول له حط لي الريفرنس، بختارها من هنا ريفرنس ايمج، واقول له انا عايز الصوره دي ريفرنس، واقول له سيف لي الكرونال بتاعي، ادي كرونال لانج ميب. تمام، واقول له سيف. من اللانج ويندو، طبعا اللانج ويندو انا كنت عامله شارب، يعني الفحص نفسه كان منزله شارب، فهجيب بقى اشتغل عليه بون، فهجيب البون اهو، فطبعا الفحص هيبقى كويس جدا، لكن مش هشتغل عليه ميب طبعا، فهغيرها الاي اي بي تاني، واخليها السيكنس بتاعي يكون 3. تمام، لان طبعا انا هشتغل على منطقه صغيره جدا. هاجي ابص على الاكزيال الاول قبل اي حاجه، اشيل الاكزيال ده، ده الاكزيال اهوت، ادي طبعا المنطقه اللي فيها المشكله، فهشتغلها له بون بشكل كويس. هاجي هنا اطلع فوق واقول له فروم، وانزل اغطي المشكله، وانزل تحت شويه كده بحيث انزل نص مثلا الاسترنم، واقول له تو، واقول له انا عايز بس 20 صوره بس مش اكتر من كده في المنطقه ديت على سيكنس 3، بحيث يظهرها لي بتفاصيل حلوه جدا زي ما احنا شايفين. واقول له دي طبعا صوره اكزيال، هقول له انا عايز دي اكزيال بون، واقول له سيف. اهو دي طبعا البون ظاهر فيها اكتر من قط في المشكله دي. واجي على الكورونال برضو اجيبها له بشكل كويس زي ما احنا شايفين. طبعا هجيبها ازاي؟ هجيبها طبعا من ورا لقدام. تمام، الكورونال زي ما اتفقنا بيجي من ورا لقدام، فهاجي مثلا من هنا كده منطقه الاسترنم اهي، هاجي هنا مثلا من اول هنا كده واقول له فروم، انا بشتغل بون ويندو على المنطقه دي بس، بشتغل بون ويندو على المنطقه دي بس، فهجيب له الاسترنم بقى بشكل كامل، واقول له برده انا عايز 20 صوره في الجزئيه دي على سيكنس 3. طبعا سيكنس 3 في البون ليه؟ عشان يظهر لي التفاصيل دي بشكل كويس. طبعا دي المشكله ظاهره في الكورونال بشكل كويس جدا زي ما احنا شايفين. واجي اقول له انا عايز 20 صوره كورونال بون، اقول له سيف. كده الفحص بتاعنا يعتبر خلاص يعني بقى كامل بشكل كويس جدا. طبعا الطباعه بقى احنا عارفين الميديا ستاينل 30 صوره على فيلم، والاكزيال لانج ويندو على فيلم 30 صوره، والكورونا لانج ميب على فيلم 30 صوره، وطبعا ال 20 صوره بالنسبه للبون. بالنسبه للبون هحط ال 40 صوره بتوع الاكزيال والكورونا البون على فيلم واحد. تمام، انا بس بدي له بون عشان اظهر له المشكله مش اكتر من كده. انا الحاله دي هتاخد كام فيلم؟ هتاخد 4 افلام، اكزيال ميديا ستاينل، اكزيال لانج ويندو، كورونا لانج ويندو، كورونا لانج ويندو ميب، وفيلم واحد فيه اكزيال وكورونا البون ويندو عشان يظهر لي المشكله. وكده الحمد لله يكون الفحص بتاعنا اكتمل بشكل كامل، شيست وسكونترست، وعرفنا مشكله العيان ايه، والحمد لله قدرنا نشخصها نص تشخيص بشكل كويس جدا بالنسبه للفحص اللي قدامنا. وكده يكون خلصنا فحص شيست، سي تي شيست وسكونترست او اشعه مقطعيه على الصدر بالصبغه بشكل كامل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك على القناه لو انت لسه جديد معانا، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.